ناس كتير بتدور على أحسن طريقة عشان تستثمر فيها فلوسها في البنوك، سواء عن طريق الودائع أو حسابات التوفير أو شهادات الإدخار. ودايماً البنوك بتتنافس وبتقدم باقات كتير مختلفة من شهادات الإدخار بالتحديد عشان تجذب أكبر قدر من العملاء للتعامل مع البنك ده عن غيره. طب تعرف إنك ممكن تكسب أكتر من 5800 جنيه كل شهر لو شلت فلوسك في بنك مصر؟ عايز تعرف إيه هي التفاصيل والشروط؟ ده اللي هتعرفه حالاً. بنك مصر بيقدم باقة متنوعة ومختلفة من شهادات الإدخار اللي بتناسب احتياجات العملاء اللي بيستهدفهم. ومن بين شهادات الإدخار اللي بيقدمها بنك مصر هي شهادة إدخار القمة، واللي عملتها بالجنيه المصري، واللي بتمنح مجموعة من المزايا من بينها صرف العائد كل شهر. طيب ايه هي التفاصيل الكاملة لشهادة القمة ذات العائد الثابت من بنك مصر؟ اول حاجة لازم نبقى عارفين ان شهادة القمة بتمنح العميل فايدة بتوصل ل14%. الحاجة التانية ان شهادة القمة من بنك مصر بيتم اصدارها للافراد الطبيعيين بس، ومدة الشهادة بتكون 3 سنين. والحد الأدنى لشراء شهادة القمة من بنك مصر ذات العائد الثابت هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها بدون تحديد حد أقصى. وسعر العائد على شهادة القمة هو 14%، وهو رقم كبير جدا عشان يجذب عملاء أكتر عشان يشيلوا فلوسهم في بنك مصر. وكمان معدل العائد بتاع شهادة القمة ثابت طول فترة الشهادة اللي هي 3 سنين، وبيتم صرفه كمان كل شهر. وتقدر تسترد قيمة الشهادة أو جزء من قيمتها كمان بعد مرور 6 شهور بس من تاريخ إصدار الشهادة من بنك مصر. وطبعا لازم تبقى عارف إن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بيتم وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة من البنك نفسه. وممكن كمان تقترض من بنك مصر بضمان شهادة القمة، يعني الشهادة بتتيح لك إنك تاخد قرض في أي وقت من البنك. طب دلوقتي لو عايز تعرف مثال بالأرقام هتكسب كام من ورا شهادة القمة دي، خلينا نقول إنك اشتريت شهادة ادخار القمة من بنك مصر بالعائد الثابت 14% لمدة 3 سنين بقيمة 500,000 جنيه. دلوقتي انت فلوسك هتزيد بنسبة قد ايه كل سنة؟ كل سنة العائد بتاعك هيكون 70,000 جنيه، يعني في نهاية مدة الشهادة فلوسك هتزيد 210,000 جنيه، يعني هيبقى معاك 710,000 جنيه بدل 500,000 جنيه اللي هي قيمة الشهادة الأساسية. وطبعا زي ما قلنا ان العائد بيتم صرفه كل شهر. فلو انت استثمرت في شهادة ادخار القمة من بنك مصر مبلغ 500,000 جنيه، فهتاخد كل شهر عائد يقدر بحوالي 5833 جنيه.